كمان انتقل هلا لأميركا، رح ينضم إلي على الهواء مباشرة مهند. مهند أحد الحالات أيضا، مسلم متزوج من مسيحية. مساء الخير يا مهند. مساء الخير استاذ وجيه، يسعد لي أوقاتك. مهند، في شو فيك تحكي لنا عن قصتك؟ يعني كيف تم هذا الزواج؟ هو الصراحة استاذ وجيه قصة طويلة كثير. بقد ما بتقدر باختصار. اي طبعا اكيد. بترجع لقصه 18 سنه كنا صغار كثير يعني، وكثر خير الله اخر شوي مع كل الصعوبات والمشاكل اللي واجهتنا قدرنا يعني نوصل لبنا اياه. بس بحكي لك صراحه، لو ما صحت الفرصه اني اجي على امريكا اكيد هذا الموضوع ما كان صار. يعني جربنا احنا في لبنان وانا كنت عايش بالخليج، جربت الخليج ما ضبط الموضوع. هو وين المشكلة مهند؟ أنت حضرتك مسلم وهي مسيحية، بالقانون السوري فيك تتزوج. أنا كنت حابب إني أتكلل عليها قليل يعني. كنت حابب يتم هذا الزواج بطريقة كنسية. طبعا أنا كنت حابب إنه أتكلل قليل، ومو إرضاء لأي حدا نهائيا، إرضاء لحلم كان بيناتنا من لما كنا صغار. كان هذا الموضوع مستحيل يصير بأي محل بالعالم يعني، حاولنا بكثير بس ما مشي الحال. صار هون بأمريكا وتكللت، طبعا تزوجت زواج بدني أولا، لانه هو القانون هيك يعني ما بيهمهم طبعا الزواج الديني بالدرجه الاولى بامريكا، باعتبارك انت جاي من انه جاي مهاجر. اوكي، اهمهم الوحيد والاساسي انك انت تتجوز زواج مدني بالمحكمه، وبعدين الموضوع برجع لك. فانا كنت حابب كمل الموضوع لمحل ما انا كنت حابب اوصل، هو الزواج الكنسي، وتزوجنا وعندي ولدين وكثر خير الله يعني، ما في مانع نهائيا. طبعا. وانا بحب حي الست سوزان اللي عم تحكي يعني بصراحه، ويا ريت يعني منى عيني يشوف الزواج المدني عم يتشرع عندنا بسوريا، ليش لا يعني، ونوفر على كثير شباب وكثير حالات. كل المشاكل والعقبات اللي صارت معنا يعني وصلت بكثير مراحل للتهديد للقتل، الى يعني شغلات يعني ما بتنحكى نهائيا. مهند، خليني أسألك لو سمحت، إذا يعني إذا اختلف الموضوع، يعني اليوم الزواج المختلط مثله مثل أي زيجة عادية، بيقولوا لك ولكن هون في اختلاف للمجتمع، في اختلاف للعادات والتقاليد، لمستوا حضرتك وزوجتك مجموعة من الاختلافات ولا لا؟ كان الموضوع هو عبارة مثله مثل أي زواج آخر؟ أستاذ زوجي، أنا أحلك صراحة، سر النجاحي هيك بهيك موضوع. أنا عم يقطش الصوت مهند. الو، هيك سامعني؟ ايه هيك تمام. طيب انا رح لك، هو سر النجاح بهيك موضوع انك انت تحط الدين على جنب. يعني انا طالما بقول انه الدين محبه والدين تسامح، انا ما بعرف كيف الدين ببطل محبه ببطل تسامح لما بيوصل الموضوع للزواج. يعني انت بس مرقت حالات كثير بصراحه، وانه حتى لما كنا بالجامعه يعني كان في كثير قصص انه انا التقيت بصبيه بس انه بس تعرف القصه تبعي بتاخذ خطوه لورا. يعني هون بتفكر انت بقى بتقول انه معناته هذا الدين لا عاد وتسامح ولا عاد ومحبه. ليش طيب؟ يعني في يعني بتسمع شعارات كثير وبتسمع حكي حلو كثير وبتسمع انه شغلات رومانسيه كثير، بس بالاخير لما بيجي الموضوع على التنفيذ بتخاف وبترجع لورا. انا ومدانتي بصراحه ما خفنا، وانا قلت لها انه خلينا نحط الدين على جنب ونكمل، وكثر خير الله يعني. هلا انا عندي ولدين وحياتنا مبسوطين فيها كثير. وانا بصراحه ما على اي دين عم تربوهم مهند؟ الأطفال على إنه الله لكل بصراحة. يعني أنا ما فيني أنا وجههم طريق. يعني غالبا مهند ما بيقولوا لك عادة بالزيجات المختلطة، بيقولوا لك بس ما صار في أولاد هون بيصير في صراع بين الزوج والزوجة، إنه أنا بدي إياه يكون من ديني وأنت بدك إياه يكون من دينك. أنا أحكي بصراحة، الدين مسيحي أكثر. تمام. وأنا يعني أنا راغب ومتمني إنه نكمل بهذا الموضوع، بس برجع بقول لك الموضوع بيرجع لانه يعني انا بعدين ابني بس يكبر اذا بده يغير طريقه هذا هو حر في هذا الموضوع تماما. يعني انا ما فيني اعمل شيء انا وبعدين اجي امنع ابني انه يعيش بحريه ويعيش حياته بالطريقه اللي هو بيحبها. طبعا انا اهلي ما منعوني. هلا ما كان في معارضه من اهلك او من اهلها مهند؟ لا، من اهلي انا اكيد لا، كان في ابني الموضوع كان تمام يعني، بالعكس اعطوني كل الدعم. تمام. من اهلها طبعا كان كثير الموضوع، كان كثير شائك الموضوع وكثير صعب بصراحه. فأنا رح أحاول كثير يعني بكل جهد. رجعت العلاقات لمجارية أو لا؟ أي طبعاً. هلا بعد لأن نحن 4 سنين وشوي متجوزين. طبعاً رجعت يعني هلا بالعكس أحسن من قبل بكثير يعني، بس هني شافوا بالأخير إنه يعني نحن تجوزنا وما عدني ما في شيء يعني، إنه اللي كانوا خايفين منه بصراحة ما صار. وأنا حاولت أسحب من إيديهم
يعني كل الاسباب او المخاوف او التعليقات ممكن انه تكون عندهم، ولكن هلا عين الله علينا عايشين وكل شيء تمام. يعني علاقتك اليوم باهل زوجتك جيده مهند؟ عفوا ما سمعت. علاقتك باهل زوجتك اليوم هي جيده؟ علاقتكم جيده؟ ايه طبعا. كانت في مشاكل بالبدايه والان انحلت؟ كانت يعني كانت جدا 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 صعبه باول فتره، وحتى قبل ما نتزوج يعني كان يعني وصلت لمرحله انا معقول مستحيل بقى يعني اللي بدي اياه يصير، بس هلا كتر خير الله هلا كل شيء تمام. يعني كل شيء تمام. طيب يعني انا اكثر من هيك مبسوط بصراحه. يعني الله يخليكم لبعض ويهنيكم ويتمنى لكم السعاده اكيد. الله يهنيك ويطعم غيرك هذا الشعور. شو في تحديات واجهتوها مهند او لا؟ يعني كان في تحدي غير تحدي الاهل؟ والله بصراحه لا. يعني هلا هو طبعا يعني لما اجيت انا لهون ب 2016 وجيت اتجوز، هلا طبعا هون الكنائس حتى يعني اللي تابعه لمجتمعنا السوري رفضوا الموضوع يعني جمله وتفصيلا، قالوا انه هذا الموضوع عم حطينا فيه، وبس بعدين التقى انه التقى حل ومشي الحال، انه تكلمنا ومشي الحال. طبعا المشاكل مو بس من طريق الاهل، كانت مشاكل من يعني مجتمع لسه يعني المجتمع السوري اللي هون لساته محافظ على العادات والتقاليد وعلى هي الخطوط الحمر اللي ممكن يعني يناقشوا باي شيء الا انك توصل على انه مثلا بيتجوز مسيحيه، لا هذا انه مستحيل. طبعا كثير قصص، بس يعني تجاوزناها اكيد. الشغله الثانيه وهي اهم، في كثير حالات بسوريا انا بعرفها شخصيا يعني ومرقنا فيها وسمعنا عنها، ويعني حرام اللي عم يصير انك انت يعني انت بس عم تقتل الفرحه بقلوب العالم وبقلوب الشباب. يعني انا برجع بقول لك منى عيني شوف هذا الزواج المدني عم يصير عندنا بسوريا حقيقه، ونحقق احلام الشباب ليش لا. يعني تمام. انا بدي اتشكرك مهند على مشاركتك معنا وانك تشاركتنا بتشكرك جدا، وسلاماتنا للمدام، وان شاء الله بتمنى لكم حياه سعيده لهلا ولبعدين، ويخلي لك الاولاد يا رب. قابل للتداول مع وجيه الجندي.